السلام عليكم ورحمة الله متابعينا الأعزاء متابعي قناة الدار مدرستي، مرحبا بكم دائما على القناة. شكرا على المتابعة وعلى الوفاء ديالكم. اليوم غيكون عندنا نموذج الفرد ديال لونجلي بالنسبة للمستوى الثالثة إعدادي. إذا هذا النموذج هذا كالعادة غنخليه لكم النسخة منه، يعني المجموعة ديال التليجرام، كنخلي لكم الرابط ديال أسفل الفيديو. وأيضا على القناة كاين مجموعة من الفروض، سلاسل التمارين والدروس ديال يعني المواد ديال المستوى ديال الثالثة إعدادي، إن شاء الله استعدادا للفروض الأولى واستعدادا للامتحانات. إذا الروابط كلها اللي كتهمكم كنخليها لكم أسفل الفيديو، زائد الرابط ديال المجموعة المفتوحة ديال التليجرام. اللي بغى ينضم معنا للدعم الخاص اللي كيكون فيه مجموعة من الفروض والدروس، يعني الفروض بالتصحيح ديالها، الصيغه ديكزارسيس بالتصحيح ديالها، يتواصل معنا عبر الرقم الهاتفي أو لا عبر الواتساب، يخلينا ميساج أوديو باش نشرحوا ليه يعني الطريقه ديال هاد الدعم هذا وطريقه الانخراط فيه. اذا غادي نبداو بالكوميونيكيشن، يعني الكوميونيكاسيون. فايند ذا كويشنز، اذا خصنا نلقاو الاسئله، هما غيعطيونا الانسرز يعني الاجوبه، وحنا يعني خصنا وي شود فايند ذا كويشنز، خصنا نلقاو الاسئله. هنايا ماي نيم از انجلينا، يعني اسمي انجلينا، يعني اشنا هو السؤال؟ طبيعه الحال هو واتس يور نيم، راه كلشي حافظه، بقات غير في الاوتوغراف ديالها خصك ترد البالي ان وات كتكتب ب دبليو اش، واتس يعني وات از، كنكتبوها بالشورت فورم واتس. اذا واتس يور نيم، ماي نيم از انجلينا. هنا انجلينا كتبان لنا كل حرف بوحده، يعني هاد انجلينا اش دارت؟ يعني راها دارت ليها تهجات الاسم ديالها. يعني حنايا شنو طلبنا منها؟ طلبنا منها ان تهجات ولو بالحرف بالحرف. اذا غنقول لها هاو دو يو سبيل ات، هاو دو يو سبيل ات، هاو يعني كيف، هاو دو يو يعني يو دو، كنقلبوا في السؤال كنديروا لانفيرسيون ديال السوجي والفيرب بحال الفرنسي. هاو دو يو سبيل ات، هاو دو يو سبيل ات، ات كتعود على لو نو، يعني كيف تتهجى، زعما كيفاش كتهجيه، هذيك ات كتعود على لو نو. هاو دو يو سبيل ات، غتقولي اي ان جي اي ال اي ان اي، صافي. دابا غنشوفوا الانسر نمبر 3. ام 14 ييرز اولد، ام 14 ييرز اولد، يعني عندي 14 عام. طبيعه الحال هو سولها على لاج ديالها، يعني يقول ليها هاو اولد ار يو، هاو اولد ار يو. لونجلي يعني راه واحد اللغه زوينه، واغلبيه ديالكم غتكون يعني الفيفوريت سابجيكت ديالها غيكون هو الانجليش، وغادي تعجبكم بزاف. خصكم تصنتوا بزاف لونجلي، اللي كتصنت بزاف شي حتى دوك الافلام اللي كيكونوا مترجمين هما بلونجلي وكيكونوا مترجمين بالعربيه او لا بالفرنسي ولا هذه، كتسمع وكتسميتو كتولي دير واحد تتربط بين هذيك يعني الجمله وكتفهم المعنى ديالها. واللغه راه ما كتخادش كلمه كلمه، كل كلمه مثلا نمشي نقلب عليها في الديكسيون، لا كتخاد الجمله كلها. هاو اولد ار يو، غتحفظها كلها، ماشي بالضروره خصك تعرف مثلا يو ار انك درتي لهم لانفيرسيون، لا بحال هكا كيتطرح السؤال، بحال هكا كيتطرح السؤال، من بعد كتبدا تفصل فهمتي الجرامر بوحدو، وهذه يعني كل حاجه كتفهمها بوحدها. اذا قالت لي ام 14 ييرز اول، غنجيو الانسر اللي من بعد. ام فروم امريكا، يعني قالت لي انا من امريكا. اذا شنو هو السؤال اللي كنبغي نسول شي واحد مين هو؟ كنقول ليه وير ار يو فروم، وير are you from، where هي بالدبل في، where are you from، من اين انت؟ I'm from America. thanks nice to meet you too، ملي قالت لي هي nice to meet you too ايضا، يعني هو قال لها nice to meet you، صافي. اذا انا نقول لها thanks nice to meet you، nice to meet you، حتى هي قالت لي nice to meet you. إذا ندوزو الجرامر أولا الجرامير، إذا أون فا كومبليتي باغ لي فورم ديال هذا الفيرب أولا الفيرب بي أولا تو بي، يعني إتخ، أنا أم أر أو إيز، يعني ساهل، أي أم يو أر يو أي، هما ما عندهمش يعني تا هما ما عندهمش يعني الفيمينا والماسكولا، ما عندهمش إيل و إل، هي إيز، لا عندهم باردون إيل و إل، يعني هي إيز شي إيز، يو اللي كتبقى يو يعني أنت، ما كاينش أنت وأنتي بحال الفرنسية. إذا غادي نكملوه، ماي نيم أشرف. My name is، إذا my name is أشرف. I 15 years old، يعني I am، أنا عندي، I am 15 years old، I am 15 years old. My friend's name، هاد الأس هادي راها
كنستعملوها بزاف في لونجلي. ماي فريندز نيم يعني الاسم ديال الصديق ديالي، يعني هاد الاس بحال ديال بوزيسيون، راه النيم ديال ماي فريندز. ماي فريندز نيم، ما كنقولش ذا نيم اوف ماي فريندز. ماي فريندز نيم، ماي سكولز نيم، ماي دادز نيم، ماي المهم ديك الحاجه تابعه لحاجه واحده اخرى. ماي فريندز نيم is زكريا، يعني اسم الصديق ديالي هو زكريا. هي دابا كنديرو عليه هي از 15 تو، هو عنده 15 عام. زكريا اند اي يعني زكريا وانا، ان ذا سيم كلاس. دابا السوجي السابجكت هو زكريا اند اي بجوج، يعني شنو هو السابجكت الاصلي؟ هو وي، اذا ار خصنا نكتبوه هنايا. ان ذا سيم كلاس يعني انا وياه في نفس القسم. هنا راه زكريا اند اي يعني وي. write a or an، اذا امتى كنكتب ا وامتى كنكتب ان؟ باينه. اذا ملي كيكون عندي الكلمه باديه بفاور يعني بفويل، راه غنبدا بان باش ما تلاقاش الفويل مع الفويل. ملي كتكون باديه بكونسون راه كنستعمل ا. اذا هنا اورنج، اذا غتكون ان اورنج، ان اورنج. ديسك ديسك، اليفنت ان اليفنت، انيمال ان انيمال، تيبل تيبل. صافي، اذا هذه يعني القاعده ديالها باينه. غادي ندوزو دابا ل write the correct capital letter. بالنسبة الكابيتال letter امتى كنكتبوها؟ خاصكم تعقلوا امتى كتكتب وما يكونش عندك مشكل. اذا غتكون في days of the week، ايام الاسبوع، يعني names يعني ديال countries وديال cities، ديال الدول وديال المدن وديال villages تا هما. nationalities يعني لي nationality يعني الجنسيات، كتكون في languages في اللغات، كتكون في school subjects كما قريتو يعني English arts math يعني maths physics بحال هاد شنو، وكتكون في subject pronoun اللي هو I، كتكون I دائما كتكتب بالماجيسكول. صافي، وبطبيعة الحال كتكون في الاول ديال الجمله، هذيك راه ما كتناقشوش عليها. اذا مصطفى حجي is a Moroccan footballer. He speaks French and English and he is from Agadir. اذا كيفاش غادي شنو اللي غنصحو هنايا؟ اذا عندنا مصطفى حجي هنايا، هذا noun او لا proper noun يعني نون بروبر. حجي is Moroccan، قلنا في nationalities كنكتبوهم بالكابيتال letters. اذا هنايا عندنا ام موروكان فوتبولرز. ما عرفتش واش كتعرفوا مصطفى حجي دابا نتوما في هاد لاج ديالكم ولا لا، ولكن مصطفى حجي كان معروف في الوقت ديالنا ديك الساعه، كان يعني من اللعابه اللي معروفين. هي سبيكس، اذا اول حاجه احنا بدينا في الاول ديال الجمله، هي يتكلم، هي سبيكس فرنش هنايا اف، لان هادي لانجويجز، اند انجلش حتى هي لانجويج، اند هي از فروم اكادير. اكادير هنايا عندي واحد سيتي ان موروكو يعني مدينه مغربيه، اذا اون فايتوليزي لا ماجيسكول كابيتال ليتر. هنايا write the short form، اذا خصك تكتب short form ديال الفيرب. my name is محمد، اذا بدل ما نكتب my name is كنديرو ديك لابوستروف وكنديرو الاس. my name هنايا الان، my names، my names محمد، my names محمد. He is a journalist يعني غنكتبو his، عاوتاني ديك الإيز غتمشي منا الإي غتولي أبوستخوف. his is a journalist. journalist. you are at school، إذا كتولي your، you are كتولي your، you're at سكول. وفي المجموعه ديال الواتساب او التليجرام راه كنحط لكم بزاف ديال الفيديو هادو ديال لونغلي. الا كان شي فيديو كيعجبني خصوصا في البرونسيشن يعني في النطق كنحطو لكم باش تستافدوا منه، او لا اي حاجه عندها علاقه باللونغلي. ام سو باد ات ماتس، يعني انا ضعيف في الماتس. طبعا الحال المتابعين ديالنا ما يكونوش ضعافين في الماتس. ام سو باد ات ماتس، اذا اي ام كتولي ام سو، نرجعوا نوت باد ات ماتس. بما انه سابجكت هذا، بما انه سابجكت غادي نديرو الان ماجيسكول بطبيعه الحال، عندك تكتبوها بالان مينيسكول. دابا غندوزو للفوكابولير. رايت كوريكتلي ذا نيم اوف ذا كلاس روم اند سكول اوبجيكتس، اذا عندنا هنايا سكول اوبجيكتس والكلاس روم اوبجيكت، غادي نكتبوهم. اذا كيبقى المشكل قلنا غير في لورتوغراف. صافي، هادي رابر، هادي رابر، هادي سكول باك يعني محفظه. سكول سكول عندها دوزو، سكول باغ، الباغ هو الحقيبه في جميع الاحوال.
وهذه يعني بما انها ديال ليكول كنسميوها سكول باك. اذا هذه رولر، هذا اتس بوك، اذا نكتبو بوك افيك دوزو. هادو سيزرز، سي سيرس. هذا بنسل والستيلو هو بان، اذا هذا بنسل. اذا كنتمنى تكونوا استفدتوا من هذا النموذج. هذا الا بغيتوا نماذج اخرى خليوا لي في التعليقات نزيدكم ان شاء الله نموذج اخر. بالتوفيق للجميع. الا كنتم مازال محتاجين نماذج فروض في اي ماده او لا خليوها لي في التعليقات. ما تنساوش التفاعل مع الفيديو. شكرا والى اللقاء.